مرحبا بكم إخواني أخواتي في هذا الشرح الجديد الذي سنتعامل فيه مع الكلاود المسمى بديجيتال أوشن. فديجيتال أوشن هو أحد مواقع الاستضافة وحجز السيرفرات، وهو سهل للغاية. في هذا الشرح سنتعرف عن كيفية تنصيب وإعداد منصة نوت جي اس على كلاود ديجيتال أوشن. نكتب ستوب واتش جوجل، لكي نعرف المدة التي سيستغرقها القيام بهذا الأمر. تدخلون على الحساب الخاص بكم على ديجيتال أوشن وتضغطون على Create Droplets. تختارون النظام، مثلا أوبونتو أو فري بي اس دي، فيدورا، دوبيان، سانتوس. اختار النسخة الأخيرة من أوبونتو. هنا مميزات هذا الخادم، اختار دائما الرخيص ب$5 للشهر، يحتوي على معالج واحد، 25 جيجا في القرص الاس اس دي، وواحد تيرا من الترانسفير. فكلما ازدادت الكفاءة ازداد الثمن. هنا اختار الداتا سنتر، مثلا هنا في المغرب ساختار فرانكفورت او لندن. اذا كنتم في مكان اخر من العالم، اختاروا الداتا سنتر الاقرب اليكم لكي لا تكون اللاتانس كثيرة. اختار مثلا فرانكفورت، وهنا اقوم باضافة مفتاح الاس اس اش الذي استخدمه، ومن ثم الضغط على كرييت. ساغير الهوست نيم، ساسميه اوبونتو نوت جاس ديسي. ننتظر قليلا الى حين اعداد هذا الخادم. الان بعد اعداد هذا الخادم نقوم بكوبي للادرس اي بي والقيام باس اس اش روت. ندخل كلمة المرور الخاصة بالكي للاس اس اش، ومن ثم ندخل. اول تعليمة نقوم بها هي apt get update، ومن ثم نوت جاز. ندخل الى موقع الرسمي لنوت جاز، اقوم بكوبي ادرس، ومن ثم اقوم ب دبل فاكت لهذه النسخة. مثلا نختار النسخة 10 والنسخة 11. ندخل الى البوت اف النسخة 10، نقوم بفك ضغط النسخة 10 وايضا فك ضغط النسخة 11. مثلا نسخة 11. فهذا الخادم الديجيتال اوشن فهو يستخدم معالج الانتل X86، لذا قمنا باختيار النسخة العادية فهي X64 هو الـ AMD. مثلا إذا كان الخادم يستخدم معالجات أخرى، معماريات أخرى كالـ ARM،
رام 64 بيت تأخذون هذه النسخة. في هذا الشرح اخترت فقط النسخة ستاندر نظرا لأن ديجيتال اوشن يستخدم معالج انتل. بعد هذا الأمر تقومون بالدخول على مجلد وين. نقوم بتنفيذ تعليمات نوت يدويا، كما تلاحظون فهي تشتغل. فهذا الخادم يحتوي على معالج واحد. تقومون بكتابة تعليمات PWT لأخذ البات، ومن ثم إضافة البات إلى ملف الباش RC. تذهبون إلى آخر الملف وتكتبون export بات لإضافة التعليمة إلى المسار، ومن ثم كتابة باش. وكما تلاحظون فتمت إضافة تعليمات نوتشيس إلى المسار. نجرب مرة أخرى كما تلاحظون، فهذا الأمر قد استغرق لنا 5 دقائق. ف5 دقائق هي كافية لتنصيب وإعداد منصة نوتشيس على الخادم. الآن نستطيع مثلا تنصيب منصة إكسبريس جيس والقيام بالتطبيق، سأسميه مثلا مكادير DC سيرفر. يمكنكم الرجوع للشروحات الأخرى حول منصة إكسبريس فقط للاستئناس. نقوم بإضافة الاي بي، ومن ثم نقوم فقط ب response and hello from digital ocean. بهذه الطريقة express cannot find module. اوكي express js. إكسبريس وليس إكسبريس جيس. إنستال إكسبريس. أوكي. الآن نأخذ الآي بي. ونقوم بإدخاله في البراوزر فقط لتجربة هذا الخادم. كما تلاحظون فهو يشتغل. بهذه الطريقة تكونون قد قمتم بتنصيب منصة نوتجاز على خادم ديجيتال اوشن. الطريقة الاخرى هي القيام بابتكت انستال نوتجاز. فعيوب هذه الطريقة هو انها تقوم بتنصيب نسخة معينة. تقومون ب هناك مشكلة. هناك فقط مشكلة على ما أظن في الأبديت، فهو لا يتعرف على اسم. نقوم في هذه الحالة بأبت كاش سيرش نود.
لي البحث عن اسم التعليمة في الكاش الخاص بي بالباكيج. كما تلاحظون فهناك العديد من المكتبات الخاصة بنود جي اس وهي مقسمة، فمن الأحسن نصيب منصة نود جي اس بهذه الطريقة التي تشاركت معكم، عن طريق فقط فك ضغط الأرشيف ووضع الباث في ملف باش إغسي بهذه الطريقة. مثلا إذا كنتم لا تريدون استخدام النسخة 11 وتريدون تعويضها بالنسخة 10، قوموا باستبدال الباث الخاص بالنسخة 11 بالنسخة 10. عفوا، فلم يتم النسخة 10، ليست النسخة 11. باش اغسي هكذا، ومن ثم كتابة تعليمات باش. إلا أن في هذه الحالة عندما تقومون بإيكو لباش لبات فهو يضيف المسار إلى المسار موجود، وجب الخروج والدخول مرة أخرى. كما تلاحظون إيكو لبات، ونلاحظ أنه قام بتعويض النسخة 11 بالنسخة 10. عفوا، نوت نقوم بكتابة بروسيس بي اي جي بروسيس فيرجن، فهو النسخة 10. فبعض التطبيقات فهي متوافقة مع النسخ، إذا لم يكن شيء في ذلك الموديول له علاقة مباشرة بالنسخة. ندخل مرة أخرى للتطبيق، كما تلاحظون فهو يشتغل. فمن السهل تنصيب منصة نود جي اس على خادم الديجيتال أوشن. أمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس حول تنصيب منصة نود جي اس على ديجيتال أوشن، وشكرا.